صباح الخير. بنشكر رب لأجل صباح جديد وإحسان جديد من عند الرب. نشكر رب النهاردة لأنه أكيد مجهز لنا بركة خاصة جدا. كل مرة جديدة ربنا بيجهز لنا طعام جديد وبركة جديدة ومعونة جديدة في اسم الرب يسوع. تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنبدأ اجتماعنا. مزمور 11، هذا المزمور لإمام المغنيين، مزمور لداود، يعلن في هذا المزمور استناده واتكاله على الرب. على الرب وتوكلت، هللويا. هذا الإعلان إعلان قوي، على الرب وتوكلت. كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ لأنه هذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. عدد 2 بيقول أنه السهم جوه الوتر مستني بس أنه الأشرار يرموا في الضلمة أو في الوقت اللي أنت مش شايف فيه الناس مستقيم القلوب. عدد 3 بيقول إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ ولما العمدان تتقلب غير الحوائط، العمدان هي الأساس واللي شايلة. لما اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق والأوضاع تبقى مقلوبة، ولادك الغلابة المساكين يعملوا إيه؟ يقول كده العمدان تبقى مقلوبة تحت تنقلب الأعمدة، لكن يرفع عينه لفوق. لما تلاقي العمدان مقلوبة الحل الوحيد ترفع عينك لفوق تلاقي الرب في هيكل قدسه. الرب في هيكل قدسه، ما زال الله صاحب السلطان وهيفضل صاحب السلطان والقدرة، وهو يعني المسيطر والممسك بزمام الأمور. وبعدين يقول لك الرب في السماء كرسيه، وكانه عايز يقول انه كرسيه فوق كل الكراسي، هو اللي ليه الكلمة العليا والكلمة الأخيرة. الرب في السماء كرسيه. وبعدين يقول حاجة رهيبة جدا، يقول الرب في هيكل قدسه، فهو صاحب السلطان، هو ممسك بالزمام، في السماء كرسي، عيناه تنظران. عايز أطمن كل حد موجود هنا وكل حد بيمر في وقت صعب، سيدي شايف كل حاجة وشايف كل الحقيقة، مفيش حاجة مستخبية عليه. هنا الناس يعملوا أي حاجة ويقولوا أي حاجة، بس هو أجفانه تمتحن بني آدم. وبعدين يقول إيه؟ أنه الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. وبعدين يقول يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نطيب تصيب كأسهم. وبعدين يقول إيه بقى؟ لأن الرب عادل ويحب العدل. اقروا معايا من فضلكم الحتة اللي جاية دي، يعني اللي بيختم بيها المزمور، يقول المستقيم يبصر وجهه. المستقيم يبصر وجهه. مين عايز يشوفه النهاردة؟ كم حد يقول يا رب أنا نفسي عناية تتفتح على جمالك، يا رب لا تحجب وجهك عني، أنا عايز أشوفك بكل قلب النهاردة، عايز أشوفك بصورة واضحة. احنا جينا النهاردة عشان نبصر وجهه، عشان نعيد ليه، عشان يعني موسى يقول لا نعيد مع الرب. احنا ليه نعيد؟ احنا طالعين نعيد للرب، طالعين نعبد الرب، طالعين نقدم ذبيحة للرب. فعشان كده المستقيم يبصر وجهه. وانت واقف وانت واقفة ارفع ايدك للسماء كده، قول له عايز اشوفك في هذا الصباح. يلا كل اخواتي اللي بيشاركونا على البث المباشر، فضلك النهاردة لو نفسك تشوفه في بيتك ارفع ايديك معانا. يلا نتحد كلنا ونقول للرب اعلن حضورك في وسطينا بقوة، كل عين تشوفك يا رب، عايزين نكرمك. وانت رفع ايدك للسماء قول له يتعظم شخص المسيح في وسطنا، تاخد المجد والكرامة اللي يليقوا بيك في وسط الكنيسة يا رب. يلا مين يقول له نريد أن نرى مجدك، نريد أن نرى مجدك. في ناس جم ينيون وقالوا لفلوبس ولندراوس كده نريد أن نرى يسوع. كم حد يقول معايا هذا الإعلان في هذا الصباح، نريد أن نرى يسوع. يا رب كل حد جاي يشوفك النهاردة، في ناس جاية مهمومة وناس جاية تعبانة وناس متألمة وناس منحنية وناس جاية النهاردة عايزة تشوفك بقوة. يا رب محضرك يبدد الهموم ويبدد الحزن، ومحضرك بيرفع يا رب. هللويا هللويا. المستقيم يبصر وجهه.
يلا كم حد يقول له نعاين حضورك ونعاين مجدك في هذا الصباح. يلا وإحنا بندخل لمحضر ربنا بعبادة وتسبيح مع أخويا سعيد رمضان وأخواتي المسبحين، خلينا نقول للرب إحنا عايزين نعظمك وعايزين النهاردة يا رب نشوفك في المشهد، تاخد المجد والكرامة وسط الكنيسة يا رب. هللويا. كل حد يدخل هنا للمكان يا رب يتخبط في حضورك بقوة. كل حد بيشاهدنا في البيت الآن يا رب حضورك يملأ يملأ بيوت يا رب، ناس بتسمعنا في اسم الرب يسوع. احنا عشمانين النهاردة يا رب اجتماع من السماء، عشمانين النهاردة قيود تفك وناس منحنية تترفع وناس النهاردة قلقانة تملاها بسلامك. طمن 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 واملأ املأ املأ بالسلام يا رب. احنا عشمانين في شخصك، ولا مرة جينا قدامك وصرفت نجيع، بل في كل مرة بتشبع قلوبنا. تحنن على الناس اللي حوالينا يا رب، تحنن على البلاد اللي فيها حروب وموت، وتحنن يا رب على مصر الغالية يا رب وحوطها بسلامك، ووصل يا رب للشعوب اللي حوالينا يا رب. نحط القتال الدائر من حولنا يا رب، تسود بسلام إلهي من عندك يا رب. اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك، انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك. قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة. قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة. الشباب حتى للشيبة، شايل
نصلي وبنقرا من كلمه الرب. تعالوا نرفع ايدينا ونتكل على الرب زي ما عمل موسى زمان، كان يرفع ايديه الشعب ينتصر، ينزل ايديه الشعب ينكسر. ارفع ايدك لنفسك، لحياتك، لبيتك، لظروفك، لطلباتك، لصلواتك. ارفع ايديك قدام الرب، قول يا رب انا بعلن اني ماليش غيرك، مش ينفع معايا غيرك يا رب، ومش عايز غيرك يا رب، مش عايز غيرك يا رب، مش عايز غيرك. عايز اشعر وانا رافع ايدي انك ماسك ايدي يا رب، عايز اشعر انك جنبي، عايز اتسند عليك يا رب عشان يتجلى عليا من هذه الطالعه من البريه المستنده على حبيبه. بسنود عليك يا رب، بسنود عليك يا سيد، بسنود عليك يا سيد، بسنود عليك يا سيد. اسمع شعب الرب يتملي الفم، يتملي الفم بالمديح واختبر طول عمري بيه من
شعب الرب قال لي ما تخافش دخولك يكمل خطر أسطرك بالريح وإيدي ثم ظل في المطر اختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز اختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز كل يوم عينك عليا طول الرحلة في المشوار صوتكم روعة مطم ليه انت معايا ليل ونهار كل يوم عينك عليا طول الرحلة في المشوار مطمن مش وحدي لا لا انت معايا ليل ونهار انا مالي غير احضانا اجي أنا مليك لا 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 أجري عليهم من زي تاني فحنانا مليانة رحمة ومحبة اللي مطمن قلب وجودك واللي مفرحني وغنيني فارق ضهري على شخصك عين اللي مطمن حبيبي حبيبي فارق ضهري خط وعودة مرفوعة على شخصك عيني وأنا مالي الأحضانة أجري عليهم واتخبى من زي أنا متميز بس بسير مبليش أي سفير أنا بستاهل أبقى سفيرة وأعيش وإن مدير خطواتي أنا متميز بس بسير ومليش أي سنين في حياتي أنا بستاهل وعيش وانت مدير خطواتي وانا مالي غير احضانا اجري عليهم مين يا رب مليانة رحمة روعة شعب رب انا اسمع شعب الرب انا ماليش غير احضانك صوت واحد مع بعض انا عظيم الرب رب يسوع المسيح عظيم هو الوحيد اللي قال للتعبانين في ناس ما لهمش دعوه بالتعبانين التعبان نسيبه بقى يضيع لكن هو الوحيد اللي قال الكلمه دي تعالوا الي يا جميع المرتاحين لا التعبانين
وثقيلي. يعني ثقيل الأحمال؟ يعني شايل هموم وشايل مشاكل وشايل ناس فوق كتافه. بيقول لك تعالى وأنا هريحك، أنا بعرف أريح. عشان كده كنا بنقول له يا رب أنا بتكل عليك، أنت الوحيد اللي ينفع أتكل عليك وما يخيبش ظني أبدا، أنت الوحيد اللي ينفع أتسند عليك وتسندني بجد. لا يخزى، زي ما بيقول الكتاب، لا يخزى مين؟ منتظره. ليرفعك اسم إله يعقوب. دايما الرب يحب يعمل ايه؟ يرفع. عشان كده كنا بنقول انا ماليش غير احضانك يا رب، اجري عليهم واتخبى. عايز اقول لكم انتوا وحشتوني جدا بصراحه. انا بحب اكون معاكم هنا في الكنيسه العظيمه، الكنيسه الرسوليه بالشرابيه، ومع رجل الله ابويا القسيس ناشد، يعني من الناس اللي غاليين جدا عليا وعلى كل الناس. طبعا نشكر رب الاجل، وبركه كبيره لكل الناطقين بالعربية، الرب يبارك ويزيده دايما بركة. كنا بنقول أنا ماليش غير أحضانك، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ دي ما فيش بعد كده. عشان كده المرنم في الترنيمة جاي بيقول تحتار وتفكر أعمل إيه؟ تعالى تعالى أنا عندي حلول، أترك مشكلتك قولها لي، أنا بيك مشغول. هتعمل إيه يا رب؟ هقدر على البحر في هيجان، والعدو فرعون الصعب ده يسكت جواه لسانه، تخطيطي هيظهر في اوانه وانا المسؤول. I'm
باحتياجاتك بس اصبر على وقت اوقاتك فرحان اي زين انا حاطط انا حاطط ايدي على حياتك عارف داري باحتياجاتك بس اسقط على وقت اوقاتك فرحه اي زين ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب شفتك الاسد اللي غالب كنت خايف من نهاية شفتك الاسد اللي غالب ايوه شفتك في الحنان كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك تخيل انت مش متوقع وجوده في المشهد بس هو سيد المشهد ممكن تكون متوقع ان هو بعيد بس هو الاقرب جدا 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 عشان كده مرنم كان بيقول له كنت فاكرك مش معايا انا فاكر ان انا وحدي انا فاكر ان انا بغرق وحدي انا فاكر وصلت خلاص لمرحله الانكسار وضعت وانتهيت بس ما يعرفش ان الاله العظيم بيقيم الساقطين الغرقى المنطرحين والمحنيين عجبتني خالص كنت شايفك وانا محني حد خد باله ايوه شفتك فين طب انت وانت محني شايف هو بنفسه الرب جه لحديك وعمل ايه وجد نفسه علشان انت تعمل ايه تشوف ايوه شفتك في انحناء يا رب في ترنيمه جديده لسه اول مره رنمها النهارده ف بصراحة أنا عارف أنتم مشجعين ولا مش مشجعين ف
فأنا عارف أنتم مشجعين ومحبين ويعني هتشجعوني ونرنم مع بعض. أمين. ترنيمة حلوة يعني وبسيطة، بتقول ما تخافش يا قطيع يا صغير. إحنا صغيرين وقليلين وضعفة جدا، لكن لنا إله إيه؟ ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. لو رجلك فوق الأشواك يعني مش لاقي حتة حلوة تمشي عليها غير الشوك، اطمن ده الرب معاك وهيملى قلبك. كم واحد واثق ان الرب هيملى قلبه تهليل؟ امين. احنا غيرنا الحتة. يا صغير ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. لو رجلك فوق الأشواك اطمن ده الرب معاك وهيملى قلبك. روعة مرة كمان. ما تخافش يا قطع يا صغير ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. لو رجلك فوق الأشواك اطمن ده الرب معاك ويملى قلبك تهليل. إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر. ما تخافش لو طول ليلك عالمية هيمشي ويجيلك ويمشي عالمية معاك. لو نفسك خارج ارفعها اطمن دي الأمن سماها دي مكانتك غالية وجواتك. ما تخافش لو طول ليلك عالمية هيمشي ويجيلك ويمشي عالمية معاك. لو نفسك خارج ارفعها اطمن ان السماء دي مكانتك غالي. مين يقول صوت عالي؟ إلهي حي، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر. ما تخافش من أي وشوش هيسد فوق أي وحوش وهتطلع راسك مرفوع. السيد فوق الأحداث سلطانه في مملكة الناس دوامه صوته. قول معانا تاني. ما تخافش من أي وشوش هيسد فوق أي وحوش وهتطلع راسك. أيوه السيد فوق سلطانه في مملكة الناس دوامه. مين يعظم الإلهي الحي؟ إلهي إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي،
إلهي حار. نقولها مرة تاني؟ طيب يلا نقول مرة تاني من الأول ونسمعكم. صوتكم بصراحة رائع، يعني نفس الصوت ده يكون واصل للحباب اللي بيسمعوه، يعني كل كنيسة صوتها رائع فوق وتحت. إخوة أخوات ربي يبارككم. ما تخافش يا قطع يا صغير، ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. لو رجلك فوق الأشواق اطمن معاك وعين قلبك تهتم. ما تخافش قلبك في الليل. لو رجلك فوق اطمن ده الرب معاك وهين قلبك تجميل. إلهي حي، إلهي قلب، إلهي جنبي، إلهي حار، إلهي حي، إلهي قلب، إلهي جنبي، إلهي حار، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر. ما تخافش ايوه ويعمل ايه ويمشي تعال مره كمان. ما تخافش ما تخافش لو طول ليلك عالمية هيمشي ويجيلك ويمشي عالمية معاك. لو نفسك خارج ارفعها اطمن دي الأمنة سمعها دي مكانتك غالية وجواك. إلهي حي، إلهي قلب، إلهي جنب، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر. ما تخافش من أيوة وهتطلع كمان. متخافش من أي وشوش هيسد فوق أي وحوش وهتطلع راسك مرفوع. السيد فوق مملكة النار دوام صوت. مين يعظم إله الحي؟ إلهي حي، إلهي قادر، إلهي فوق، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي فوق، إلهي حاضر. ما تخافش لو طول ليلك عالمية هيمشي ويجيلك ويمشي. نسمع شعب الرب. لو نفسك لو نفس روعة دي مكانتك غالية. ومرة كمان بنفس الصوت القوي ده. ما تخافش لو طول ليلك
لك عالميه هيمشي ويجي لك إلهي قادر إلهي جنبي آخر عدد بنفس الصوت شعب الرب ما تخافش من أي أمين يا رب مرة كمان ما تخافش من أي وشوش هيسد فوق أي وحوش وتطلع راسك مرفوع السيد فوق الأحداث سلطانه في مملكة الناس ده أوامره صوته مسموع إلهي حي إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر حابب أختم معاكم بالترنيمة الأخيرة دي اللي بتقول قبل ما نسمع كلمة الرب بتقول زي ما كنا بنقول ما تخافش من أي وشوش هيسد فواه عملها ولا ما عملهاش عملها وقال دانيال بنفسه إلهي أرسل ملاكه سد أفواه يا ترى الأسود بس بتاع دانيال ده احنا ياما الأسود حوالينا بس الرب يعرف يعمل ايه إلهي أرسل ملاكه سد أفواه الأسود عشان كده في الترنيمة الأخيرة دي اللي بتقول حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه أنا شايفه أنا عارفه مش بس كده لكن هو جنبي معايا حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه وتشارك في علامه أيه هو إلا أنا واقف قدامه
سيد الملك خدامه حي هو الرب إلا أنا واقف قدامه خدامه أنا عارف إيماني مين قادر يحفظني أنا عارف إيماني مين جاي وأشوفه بكل يقين زي ما وعد في كلامه هو الرب إلا أنا واقف قدامه حي سيد الملك سيد الملك خدامه أنا واقف مستنيه تتحقق ونوقف كده صفين بالعود ونعلف أنغامه أيوه هو الرب اللي أنا واقف قدامه أيوه سيد الملك خدامه سيد الملك عايش خدامه هللويا اشكر رب لأجل الإعلان أنه حي هو الرب كم حد فينا واثق من هذا الإعلان أن إلهه حي. هذا الإعلان أحبائي الرب قاله في سفر الرؤيا قال وحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد إلى أبدين أنا أعبد إله حي ولأنه حي فسامع ولأنه حي فيعرف كل التفاصيل أنا أعبد إله حي كم حد يقول وأنا بشكرك لأنك حي لأنك حي أشكر رب أحبائي لأجل الكنيسة الكنيسة اللي يقول عنها الكتاب التي هي جسده الكنيسة هي جسد المسيح والجسد في الإيدين في الرجلين في القلب في الأحشاء فالكنيسة هي إيدين المسيح الممدودة ورجلين اللي بتتحرك للعالم وهي أحشاؤه وقلبه اللي بيعرف يحب بيها كنيسة لما ترفع ايديها ربنا بيعرف يعمل أمور عظيمة في الملكوت وإحنا اختبرنا ده في بلدنا حقيقة يعني قبل ما أبدأ الخدمة معا نصلي في كل مصر اتفقوا كل الكنائس أنه الاثنين والثلاث والأربع بنعمة رب لو ينفع أحبائنا ينزلونا الدعوة على الشاشة يبقى كويس الاثنين والثلاث والأربع هيكون صوم وصلاة في كل بلادنا احنا محتاجين الوقت اللي جاي نصلي لاجل بلادنا انه العدو لا يتربص بها ولا يحدق بها عايزين نصلي لاجل مصر حفظ ليها الوقت اللي جاي حفظ لارضها حفظ لشعبها حفظ لرئيسها لجيشها لحكومتها لكل كبير وصغير للكنيسه في بلادنا عايزين نصلي للبلاد المحيطه احبائي احنا انا يهمني قوي 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 اصلي لاجل النفوس ربنا عنده كل الناس خلقته فربنا مش بيحب الموت ويحب الدم ربنا هو رئيس الحياة يقول عن المسيح فيه كانت الحياة لكن إبليس مكتوب عنه أنه قتالا للناس منذ البدء عشان كده خلونا نصلي أن الرب يجي بسلامه للمنطقة اللي حوالينا يجي بسلام هنصلي لأجل البلاد المحيطة بينا هنصلي لبلادنا وهنصوم اللي يقدر من حضراتكم الوقت اللي جاي شاركنا في الثلاث أيام دول صوم وصلاة يبقى حاجة كويسة جدا اثنين وثلاث واربع بنعمة الرب لكل اللي بيشاهدونا وللكنيسة هنا بنعمة الرب مبسوطين جدا نكون في محضر الله وإحنا بنتكلم عن أعظم شخص أعظم شخص هو المسيح وأعظم تعليم علمها المسيح إحنا السنة دي لأعرفه وبنتكلم عن شخصه وبقالنا وقت بنتكلم عن تعاليم المسيح النهاردة في الحقيقة والأسبوع ده ربنا شغلني قوي قوي بمقطعين من كلمة الله تعالوا أفتح معاكم متى 11
متى 11، خلينا أخذ مع حضراتكم من عدد 25 لآخر الإصحاح. المسيح كان بيقول: في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. إيه اللي أخفاها عن الحكماء والفهماء وأعلنها للأطفال؟ بصوا الكلام اللي جاي خطير: نعم أيها الآب، لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. وبعدين يقول: كل شيء قد دفع إلي من أبي صاحب السلطان، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد، من أراد الإبن أن يعلن له. والإعلان الرهيب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. وبدأ الرب يسوع يعلم تعليم مختلف وتعليم جديد: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأن وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. وبعدين يقول: لأن نيري هين وحملي خفيف. خلينا أقرأ مع حضراتكم لوقا 18، واخد مع حضراتكم جزء صغير من إنجيل لوقا إصحاح 18. كان بيحكي من عدد 9، بيتكلم في موضوع خطير. قال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي وآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخطافين والظالمين والزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد ولا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدري قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل، خلي بالك من كل، كل من يرفع نفسه يعمل ايه؟ تضع او ينزل، ومن يضع نفسه يرتفع. امين. تفضل. حقيقة النهاردة عندنا موضوع خطير جدا جدا عن تعليم المسيح عن الاتضاع والوداعة. وتعليم المسيح في موضوع الاتضاع مالي الكتاب، وهو كمان هنشوف بعد شوية ازاي المسيح علم بحياته. دايما كان لوقا الطبيب يقول كده: هذا ما ابتدأ يسوع يفعله، وبعدين ويعلم به. يقول ده في بداية انجيل لوقا، ويقول ده في سفر اعمال الرسل. المسيح كان يفعل ويعلم. هذا ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، الاتضاع. حقيقة خليني بس في البداية معاكم أقول: الخطية الأولى التي تسللت وضربت رئيس الملائكة المسبح لله هي خطية الكبرياء. الخطية دي تسللت. لو حضراتكم فتحتوا معايا إشعياء 14 من عدد 12، يقول: كيف سقطت من السماء. إزاي انحدرت؟ إزاي سقطت؟ وهو بيقول: كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. عدد 13 يقول كده: وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. وهو بيقول كده: أنا 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 ربنا لما عمل رئيس الملائكة المسبح عمل لي إمكانيات رهيبة، يعني صوته ورنة أعواده والإمكانيات اللي عنده. فجي في مرة من المرات قال: إيه الجمال اللي أنا فيه ده؟ طب ما أنا ينفع أروح أعمل إيه؟ أجي كده في برهة من الزمن في وقت معين وأروح أعمل إيه؟ أروح رافع الكرسي بتاعي فوق الكواكب، فأصير كده أصعد فوق مرتفعات السحاب. وتعمل إيه بقى؟ الأصير مثل العلي.
دي كانت ضربة قلبه، وده اللي عمله في متى 4 ولقى 4، اسجد لي وانا ادي لك. وهو كان بيقول الكلام ده، بص عدد 15 يقول له ايه في نفس الشاهد، يقول له انه انا اصعد فوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي. عدد 15 يقول لكنك انحدرت الى الهوية الى اسافل الجب. هو كان كل غرضه انه انا ارفع كرسي المستوى ده، ما عادش يناسبني. هتعمل ايه؟ ارفع الكرسي بتاعي مرحله لفوق، فلما ارفعه فوق مرتفعات السحاب انا اصير مثل العلي، ابقى انا وهو في درجه واحده او مستوى واحد. بعدين يرد عليه يقول له انت ما خدتش بالك، انت ده مش رفعت نفسك، انت انحدرت الى الهويه الى أسافل الجب. ونفس الحرب دي يا حضراتكم، لو تفتحوا معايا تكوين 3:1-5، الحرب دي إبليس استخدمها مع الإنسان، استخدمها مع آدم وحواء بطريقة رهيبة جدا. يعني يقول كانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. بصوا أنصاص الآيات، ما تأكلوش من كل الشجر. فردت عليها حواء فقالت المرأة الحية من ثمر شجر الجنة نأكل. لا، هو ادانا الحرية نأكل من كل الشجر، أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منها ولا تمسها. وفي الحقيقة ربنا ما قالش لا تمسها، لألا تموت. فبدأت الحية تاخد ضربة القلب اللي سقطت بيها. قالت الحية المرأة لن تموت. مين اللي قال لكم الكلام ده؟ مين اللي قال لكم؟ لا، ده ربنا قال يوم تأكل منها موتا تموت. لا، مش هتموتوا، بل الله عالم أنك يوم تأكلان منها تنفتح عيونكما. ده نص الحق، هم عينهم اتفتحت بجد، عينهم اتفتحت. بس وتكونان كالله، هي نفس التعبير، أصيره مثل العلي. هتبقوا زيه بالظبط، هتبقوا زيه بالظبط، وعينيكوا هتتفتح. بس بكل اسف يوم ما ادم وحواء عينيهم اتفتحت اكتشفوا ان هم عريانان، اكتشفوا ان احنا نزلنا وانحضرنا. نفس الفكره بالظبط. عشان كده موضوع الكبرياء ده، بص، خطيه محببه الى قلب الانسان ويتسلل خفية. تخيلوا لما يضرب رئيس مسبحين بهذا الجمال وهذه الروعة وينحدر، ولما تقروا في سفر يأخذ في ذنبه ثلث نجوم السماء. مش هو بس اللي سقط وخد معاه تلت الملائكة. حاجة رهيبة جدا، خطية جبارة. حقيقة موضوع الاتضاع، كلمة اتضاع في اللغة العربية معناها التنزه عن الكبرياء، وفي اللغة اليونانية تعني شعور المرء بضعفه وعدم الاعتزاز بذاته وعدم الافتخار بمواهبه أو إمكانياته. بيقول يعني تتضع، يعني واحد تنزه عن أنه يتكبر على إخواته أو يشعر بضعفه وعدم الاعتداد بالذات وعدم الافتخار بالمواهب أو الإمكانيات. مرات كتير في الحقيقة قبل ما ادخل للموضوع ده، لما ربنا يدينا، عارفين يقول كده عن عزية لما تشدد ارتفع قلبه. اقول لكم يعني لما تشدد بالصعيدي، لما ابتدى يصلب طوله ويقف على رجليه، حس انه ايه ده انا كويس اهو، ده انا قادر اهو، ده انت طول عمرك بتتسند عليه يا عزية. يوم ما تصلب طولك ما تروحش تقول له شكرا ليك على سندة ايدك، شكرا ليك على سندة كفوفك، شكرا لانك شايلني، شكرا لانك عابر بيا. يوم ما تسند نفسك وتصلب طولك تعمل ايه؟ ارتفع قلبه. حقيقة في ايتين بحبهم قوي 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 قبل ما ابدأ في موضوع النهاردة. آية موجودة في كورنثوس الأولى 4:7، اللي بيحبوا يكتبوا معايا، وآية في كورنثوس الثانية 4:7. أظن الشاهد ده ما يتنسيش، كورنثوس الأولى 4:7 وكورنثوس الثانية 4:7. كورنثوس الأولى 4:7 يقول لأنه من يميزك. يلا فكر معايا النهاردة، الخدمة عمل شوية فأهمشي على مهلي واحدة، مش لازم أخلص بس واحدة. من يميزك؟ مين اللي ميزنا؟
يلا قول معايا مين اللي ميزنا؟ هو بمعيته، بسندته، بعطاياه، بمحبته، باللي صنعه في حياتنا. من يميزك؟ هنا ما يسألش لأنه ما يميزك، لكن من يميزك؟ ما تخص الأشياء، لكن من؟ الأشخاص. فهو بيقولك التميز مش بشوية أشياء، مش لو بنيت، مش لو اشتريت، مش لو لبست، مش لو كان عندي يجي، لا، التميز الحقيقي من يميزك. هو اللي ميزني لأنه من يميزك، وأي شيء لك لم تأخذ، لا، كل حاجة من خير وعطايا. طب إن كنت أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ لما اللي عندك من خيره بتفتخر عليه؟ ده يقودك للاتضاع، وتيجي عند رجله وتقول له شكرا على كل عطاياك. بس كورنثوس الثانية 4:7 آية رهيبة، بيقول ايه؟ يقول تعبير رهيب جدا، لما يقول هذا التعبير وانا بحبه قوي، يقول ولكن لنا هذا الكنز في اواني خزفية. يعني ايه اواني خزفية؟ من طين، طين نشف وبعدين دخل الفرن فبيجي خزف. خزف ده احبائي يعني كلكم تعرفوا، لو اي حاجه خزف، اي حاجه، طبق معمول فخار، او الاخوات يفهموني ابرام بتاع اكل كده، او مج، او في الصعيد جله، او فازه، خليها تبقى على الترابيزه وتروح تتقلب تيجي على الارض، اللي يحصل فيها تدش. فعايز يقول انه احنا في ذواتنا احبائي، اوعى تصدق، اوعى تصدق انك انت غير قابل للكسر. هو غير قابل للكسر، هو غير قابل للكسر. لما تحتمي فيه هو تبقى في حمايه من الكسر، بس لما الاناء الخزفي ده اقراري بخزفيه الاناء يخليني دايما في حاله اتضاع قدام الرب. اقرار ان انا اناء خزف، ممكن في اي وقت من الاوقات اقع واتكسر وانحني واكتئب، يخليني دايما ملزوق فيه. كوني بحس ان انا اقدر استقل عنه، ده يقودني الى كبرياء وانفصال عن الله. عشان كده الموضوع خطير جدا. انا اناء خزف، اناء فخار، والاناء الفخار ده يحتاج الى سندة، ويحتاج الى حفظ، ويحتاج الى معونة، ويحتاج الى الرب شخصيا. حقيقة النهاردة نفسي أتكلم شوية عن اتضاع المسيح، طالما هو يفعله وبعدين يعمل ايه، هتكلم شوية عن ما يفعله اتضاع المسيح. ماذا فعل؟ بصوا تعالوا، اتضاع المسيح في تجسده، وهو بيقول كده، لو حضراتكم فتحتوا معايا فيليب 2:5، وهو بيسطر الجزء ده في اتضاع المسيح في تجسده، يقول كده بولس الرسول في فيليب 2:5، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. هو عايز الفكر ده يتنقل لنا. إيه هو الفكر؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكن بصوا ليه، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وبعدين يقول وجد في الهيئة كإنسان. عمل إيه بقى؟ يلا قول معايا، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وضع نفسه في تجسده المسيح. في الحقيقة انه اتضاعه واخلاء المسيح رب المجد الابن الظاهر في الجسد، مش بس في موضوع انه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه، اتضاعه في تجسده، بس اتضاعه في ميلاده. مسيح في ميلاده ولد في مزوة، في بيت فقير، في عائلة فقيرة. أنا دي بحب متى 8:2 لما يكتب عن المسيح في حياته وميلاده، يقول كده، يقول إنه يعني بيتكلم في متى 8:20، سوري، متى 8:20، يقول ليس له لما رب يقول كده، رب الخليقة للثعالب أوجرة جحور ولطيور السماء أوقار. الثعلب عنده جحر يختبئ فيه، وطيور السماء لها
أوقار أو عشوش. وأما ابن الإنسان يا رب، رب الخليقة، رب السماء والأرض، اللي بكلمته قال فكان وأمر فصار، لما يجي يقول ليس له أين يسند رأسه، اتضاعه في حياته بس كمان اتضاعه في خدمته. أنا بحب التعبير اللي جه في لوقا 20:28 عن المسيح. بص السيد لما جه يقول تعبير، المفروض الكل يخدمه والكل يسمع كلامه، لكن يقول عن المسيح يعني لما يجي يتكلم عنه وهو بيحكي كده بيقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم. وهو بيحكي عنه يقول في لوقا 22:27 هذا الكلام، أنا بينكم كالذي يخدم، أنا بينكم كالذي يخدم. وهو بيتكلم عدد 27، أنا بينكم كالذي يخدم. يقول لأنه من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ مين الأعظم، اللي قاعد ولا اللي بيخدم؟ لا أكيد اللي قاعد طبعا، ده في مرتبة، واللي بيخدم ده أقل. يقول أليس الذي يتكئ، ولكن أنا بينكم كالذي يخدم. أحباء المسيح في اتضاعه، أنا عايز أقول لكم قعدت أقرأ يعني المسيح غاسل الأرجل وذهلت زمان أنه العبيد نفسهم كان فيهم درجات، كان في درجات من العبيد. يعني مثلا في واحد اسمه كبير العبيد أو كبير البيت زي العذر الدمشقي، وده لو السيد مات وما عندوش أولاد ده يورثه، وده اللي ينفع يخطب لابن السيد زي العذر لما بعته إبراهيم يخطب لمين؟ لإسحاق. ده عبد مشترى لكنه تفوق على كل رفقاءه العبيد فبقى رئيس عبيد أو كبير البيت أو الموكل على البيت. بس في عبد بقى، العبد العادي. العبد العادي ده ليه تمن. زمان لما كانوا يجيبوا يشتروا عبد أو عبدة كانوا يروحوا يجربوه. يعني واحدة يقولك إيه تمنها غالي ليه؟ بتخبز كويس، فيروحوا جايبينها يجربوها بتخبز إزاي. لا ده بيرعى غنم فيجربوه إزاي بيرعى غنم. فكل واحد كان ليه سعر، اللي ليه في صنعة ليه سعر على اللي بيرعى، ليه سعر على اللي بيفهم في الغيط. فكان مثلا واحد يشتري عبد أو عبد يتولد عنده في البيت بس لا عارف يرعى ولا عارف يتاجر ولا عارف يعني يروح الحق ولا عارف يعمل أي حاجة، فكان سيده العبد ده يجيبه يسيبه في البيت كده ينظف. بس كانت مهمته الكبيرة يجيب بريق مية كده ويروح قاعد ورا الباب طول اليوم قاعد، أو هم ولا عارف يرعى ولا عارف يتاجر ولا عارف صناعة ولا عارف أي حاجة. طب يعمل إيه؟ يروح جيب له شوية مية وجيب له إناء كده وروح معاد ورا الباب. أول ما ضيف يجي للسيد يروح قايم العبد ده بسرعة ويروح واخد الإناء ده ويحط عند رجلين الضيف ده ويقعد يغسل رجليه. تعرف المسيح لما نزل ما خدش رتبة رئيس عبيد أو كبير العبيد ولا رتبة العبد العادي، لكن المسيح لما نزل خد أقل رتبة في رتب العبيد وهي رتبة غاسل الأرجل. المسيح ينحني ويغسل أرجل التلاميذ. المسيح المتضع في خدمته، المسيح المتضع في حنانه ومحبته للآخرين، كان يحب الكل. يعني مثلا محبة المسيح، خلينا أقرأ لكم شوية كان بيتعامل إزاي. خلينا أقرأ معاكم مثلا كان بيعمل إيه مع الأطفال. مثلا خلينا نروح لمرقس 10:13-15 يقول قدموا إليه الأولاد. مرقس 10 أيوة قدموا إليه أولادا لكي يلمسهم. أما التلاميذ عملوا إيه التلاميذ؟ فانتهروا الذين قدموهم. يلا وعنت وهو كده اوعى خد العيال دي اللي عامله دوشه كده. فلما راى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. وبعدين يقول لي الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. كان المسيح يحضنهم ويلمسهم، كان بيحب الأطفال جدا في خدمته، يحب الأطفال جدا، يحب الأطفال الصغيرين. بس عارف مش بس بيحب الأطفال، لكن لو رحت معايا مرقس 10:21 في نفس الإصحاح يقول حاجة رهيبة جدا جدا.
يقول انه يعني احتضن الولاد ووضع يده عليهم، لكن لما جاله الشاب بقى يقول لك ايه، نظر اليه يسوع واحبه، الشاب الغني. فالاطفال يحضنهم ويعمل ايه؟ ويلمسهم. قد ايه ده بيفرق مع الولاد الصغيرين. بس لما بص للشاب يقول نظر الى الشاب وعمل ايه كمان؟ وحبه. حب الشباب. طب ايه رايكم الخطاه؟ تعرف التهمة في متى 11 اللي قرينا منه عن الاتضاع، هروح له بعد شوية. يقول في متى 11:19 محبا للعشرين والخطاط، محبا للعشرين والخطاط. وكأنه عايز يقول حاجة رهيبة جدا جدا، انه ابن الانسان بيحب يروح يقعد مع الناس دول، يأكل مع الناس دول. فالتهمة اللي لزقوها في المسيح الكتب والفرسين انه محبا للخطاط والعشرين. بأمانة لو اتلزقت في خادم او خادمة او قسيس او مرنم او اي حد اليومين دول وقالوا له ايه، انت ليك علاقة بناس وحشين، ناس خطاط وعشرين، لا 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 لا، انا حاجة وهم حاجة. لكن سيدي يقول وماله لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة بل خطاء، أنا جاي عشان دولة مخصوص. فمحبا للخطاة والعشرين. بصوا لقى 15 العدد الأول، تعبير حلو قوي، شخصيته مريحة. بص على العدد ده وفي نور العدد ده. أنا النهاردة الصبح ومبارح وأول مبارح كل شوية أقعد أبص على العدد ده، يقول لك إيه، وكان جميع العشرين والخطاط يدنون منه. ليعملوا ايه؟ يسمعوا. يعني ايه يدنون منه؟ يحبوا يقربوا له. ليه بيحبوا يقربوا له؟ لانه ولا مره جرح. تعرفوا لما تدوروا في الكتاب تلاقي المسيح كان دائما ينتهر الكتبه والفريسيين والقاده، ولا مره انتهر واحد خاطي. فكانوا بيعملوا ايه؟ أنا عندي سؤال ليا أنا بيسألني ويسألك ويسألك، إحنا شخصياتنا مريحة للناس اللي حوالينا اللي بعاد عن الرب؟ يحبوا يقربوا لنا ولا بينفروا مننا؟ ولو لك ملناش دعوة بتوعة الكنايس يا عم، بزعل قوي 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 لما مثلا يكون في كرازة واحد يشاور يا خاطي. المسيح ما عملهاش. كانوا بيحبوا يعملوا ايه؟ يحبوا يعملوا ايه؟ يقربوا له ويدنون منه. لو عندنا حد في اشغالنا او ناس في سكننا حبوا يقربوا لنا، شخصياتنا مريحة. سيدي كان بيعمل كده. تعالوا اتكلم شوية عن الاتضاع المسيحي. اتكلمت عن المسيح المتضع اللي عاش متضع وكان بيحب حتى الأطفال والشباب، ومتضع في تجسده وفي طفولته وفي حياته وفي خدمته ومع تلاميذه ومع الخطاة ومع العشرين، لكن دعوته أيضا للوداعة والاتضاع. مسيح في متى 11:29 قال تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. المسيح عايزنا النهاردة أتعلم منه إزاي هو كان بيتصرف، إزاي كان وديع، فتجدوا راحة لنفوسكم. ده الاتضاع والوداعة اللي فيه كل الراحة، اللي يخلي الشخص هو في تعامله مع نفسه ومع الآخرين ومع الرب مرتاح. وفي الحقيقة أنا نفسي أتكلم، بس إنه خليني أخد شوية حاجات يعني من سمات الاتضاع المسيحي المفروض احنا نتعلمه. اول حاجة، لابد ان يكون الاتضاع مرتبط بالوداعة. وكلمة وداعة معناها هدوء وسكينة. فحش واحد متواضع يكون صاخب. يقول عن المسيح انه لم يصيح ولم يسمع احد في الشارع
صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فارتباط الاتضاع، عشان كده يقول انه 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 لما تقرا في الكتاب يقول لاني وديع ومتواضع، فالاثنين يجوا مع بعض. وما ما ينفعش واحد يقول انا متواضع ويفقد السكينة ويفقد الهدوء، لكن في كل مرة تلاقيه صاخب ومحتد، ده ما يبقاش اتضاع. تعال اقول لكم افسس 4، هاخد شوية ايات بس احطهم قدامكم. افسس 4 عدد 1 وعدد 2 يقول اطلب اليكم، يلا اطلب اليكم انا الاسير في الرب. بولس بيكتب لكنيسة افسس، افسس كلمة يونانية معناها المحبوبة. اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. ايه الدعوة؟ يقول كده بكل تواضع، وكمان وراح رابط على طول لازم فيها ايه؟ تواضع ووداعة. وبعدين حط طول انات محتملين بعضكم بعضا في المحبة. بس لما يجي تواضع بكل تواضع ووداعة، فلابد ان يكون التواضع المسيح مرتبط بالوداعة. بس خدوا معايا كولوسي 3:12-13 يقول ايه بقى؟ يقول كولوسي 3:12 يقول فالبسوا كمختري الله القديسين. كولوسي 3:12-12 يقول البسوا كمختري الله القديسين. انا بحب التعبير ده قوي، الايه؟ لا بأمانة شكلكم مش مصدقين. بولس بيقول انتوا ايه؟ قديسين ومحبوبين ومختارين. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. نلبس ايه؟ الاحشاء رأفات ولطفا وتواضع، وكمان وبعديها ووداع. وكانه عايز يقول ما ينفعش تلبس التواضع ده او تتواضع من غير ما تكون وديع. فالاتضاع المسيحي لابد ان يرتبط بالوداعة. الاتضاع المسيحي رقم 2 مصدره المسيح. طلعوا معايا عبرانيين 12، انا بحب الايات قوي. ليه؟ ده الحق الكتابي، ده مش حكاوي او ده كلمة الله الحية. تعرفون الحق والحق يحرركم. يقول كده لذلك نحن ايضا، بعد ما اتكلم عن سحابة كبيرة في اصحاح 11 ومجموعة كبيرة منهم ناس انتصروا وناس يعني طافوا في جلود معزة وجلود غنم، معتزين ومكروبين يعني ماتوا بحد سيء، دول ابطال ودول ابطال. يقول اذ لنا نحن ايضا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. يلا يقول ايه؟ لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، والنحاضر والنجاهد، نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. يقول ناظرين، ارفع عينك كده، يلا ناظرين. أبص على مين؟ قال إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كل ما تبص على الناس تتعب قوي، لكن لما تبص على المسيح يقول لك ايه بقى؟ اول ما العينين تترفع عليه تاخد قوه. يقول لك ايه بقى؟ ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس. بص التعبيرين دول، احتمل الصليب والخزي فجلس عن يمين. بص الربطة الرهيبة دي، بص على المسيح. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب والخزي والعار هنا، فبص عليه في المشهد الثاني جلس فين؟ في يمين عرش الله. بص عدد 3 بقى يقول ايه؟ فتفكروا، يلا فكر معايا كده، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في أنفسكم. بص على المسيح وهو رايح للصليب، مش يا عيني صلبوه ويا عيني يهوذا باعه ويا عيني، لا ده هو جاي خصيصا باصص على الصليب وهو رايح يقول وجه وجهه نحو أورشليم. وهو رايح للصليب عارف هو بيعمل ايه. هو اللي قال كده ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أيضا
طب ما تاخدها. قال لا ده انا حاططها بارادتي، انا حاططها وانا راضي، انا حاططها وانا عارف انا بعمل ايه. عشان كده جلس في يمين عرش الله. عشان كده عايز اقول لكم على موضوع رهيب جدا، لما تبص عليه تاخد قوه وتقدر تكمل. فمرتبطه بالوداعه، مرتبطه بشخص المسيح. مش هتعرف تتضع الا لما تبص على المسيح وحياته. ثلاثه، الاتضاع لابد أن يكون مركزه القلب، مركزه القلب. القلب ده اسمحوا لي بس مش حتة اللحمة اللي جوه، عشان كل ما أقول القلب أول حاجة نفكر إيه؟ في الحتة العضو اللحم اللي جوه الجسد. القلب لما يوصفه يقول كده: منه مخارج الحياة فوق كل تحفظ. احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. وهو بيتكلم يقول لك انه في امثال 11:2 يقول تعبير رهيب جدا: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. وهو بيتكلم عن المركز هنا، بيتكلم عن موضوع تشامخ الروح، تشامخ القلب. وهو بيتكلم هنا انه قبل الكسر الكبرياء. بحب مزمور 34 عدد 18، مزمور 34 عدد 18: قريب هو الرب. يلا 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 من فضلكم الآية دي عايزة تتبروز الوقت اللي جاي. قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. قريب هو الرب، الرب قريب جدا جدا من الناس المتضعين أو المنكسري القلوب اللي بيجوا ربنا بانكسار شديد. طب لو الموضوع فيه كبرياء، لو الموضوع القلب فيه كبرياء، الرب يبتعد. عشان كده هنا يجي الرب، يعني قريب هو الرب الذين يدعونه بالحق، الذين يعني يدعونه بإخلاص. هنا بيتكلم عن منكسري القلوب. بس خلينا أقول حاجة أو حاجتين عن الاتضاع المسيحي وبسرعة أتكلم. لما تتضع إيه البركة اللي تعود لحياتك واللي تستمتع بيه وانت في رحلتك مع الرب؟ خلينا اقول من سمات الاتضاع المسيحي مرتبط بالوداعة، مرتبط بشخص المسيح، لكن مركزه القلب. لكن كمان لابد ان يكون الاتضاع قدام الله. يعقوب 4:10 آية جميلة، هي صغيرة بس يعني آية فيها الشفة كده. بيقول ايه؟ يلا اقروا معايا من فضلكم: اتضعوا قدام الرب فيعمل ايه؟ مرات كتير يهمنا قوي الناس يقول فلان ده متضع، فلانة دي متواضعة قوي. بس التقرير الالهي عكس كده. انتوا شايفين اللي برا، انتوا شايفين اللي برا. تعرفوا لما الراجل اللي كنت بتكلم عنه عزية ده، لما يعني تشدد ارتفع قلبه، الراجل ده عمل حاجة رهيبة جدا. هو القلب ما حدش شايفه، مين اللي شوفه؟ الرب. وبعدين دخل للهيكل وخد وظيفة مش بتاعته وبدأ يقدم ذبيحة، فجاله شعياء وقاله قد انحمقت، انت عملت حاجة غلط. وبعدين الرب حب يطلع الضربة اللي جوه يطلعها، راح طلعت بعد عنكم في صورة برص في جبهته فتعزل. تعرفوا مريم كان عندها حتة جوه. يعني مرة سألت سؤال من ولد صغير، بس ولد نبيه جدا، يعني لسه في اولى اعدادي، سالني سؤال انا نادرا ما فكرت فيه. قال لابونا، قلت له نعم. قال لي مش مريم وهارون هما الاثنين اتكلموا على موسى؟ قلت له اه. قال لي طب ليه مريم اتضربت وهارون ما اتضربش؟ ما ايه؟ يرمز لرئيس الكهنة. بس برضو يعني برضو نعدت أفكر فيها بطريقة كتابية، يعني طريقة كتابية عشان عليه ثياب رئيس الكهنة، فيعني ده حماه. بس أنا لقيت حقيقة حاجة تاني خطيرة جدا يا عم ماهر، إنه أصلا الموضوع المغلف جوه كان جوه قلب، يعني هو تبادلها الحديث. قلت له يعني 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 تكلمت مريم وهارون، مريم فتحت الحديث على موسى لسبب المرأة الكوشية، وبعدين راحت قالت له ايه؟ هل كلم الرب موسى وحده؟
يا ست طب بس بالراحة، ايه اللي جاب كلام ربنا لموسى للكوشية لاختها؟ مرات في ظواهر نحكي فيها مع بعض، بس جوه الظواهر دي حتة مستخبية. ايه ما يعني هو ربنا كلم موسى، ما احنا برضو اذا كان موسى ده يعني رجل الله، ما احنا برضو انا نبي وانت رئيس كهنة وكلنا ما فيش. فالموضوع كان جوه فين اصلا؟ جوه قلب مريم. فلما الرب طلع الضربة اللي جوه قلب مريم طلعت فين بقى؟ خيال لو سيدك طلع اللي جوه بره. تخيلوا معايا كده بعيد عن الوعظ كده والناس اللي معانا، خلينا مع بعض كده. لو كل اتنين يحكوا ويمسكوا سيرة حد يضربوا بالبرص، بأمانة كم حد يبقى سالم في الكنيسة؟ بأمانة ولا واحد ولا واحدة. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ الاتضاع مش قدام الناس، اتضعوا قدام الرب، الاتضاع للرب وقدام الرب. ولما يبقى قدام الرب حقيقي الناس هيلمسوه، فلابد ان يكون الاتضاع. انا يهمني الناس يقولوا عليا ايه، بس مش مهم هو يقول ايه، ده مهم قوي قوي. اقروا معايا مزمور 51 16 و17، اقول الحاجة الخامسة. عندي حاجات كتير بس كفاية الخامسة دول عن سمات الاتضاع وهرجعهم معاكم. اقروا معايا مزمور 51 16 و17 يقول: لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترضى. ارفع ايدك معايا للرب كده وقول: ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. تعرف الذبيحة الحقيقية للرب لما يبص على القلب. ربنا مش عايز تجيب له خروف تقدمه له، ولا ربنا عايز قلب منكسر ومنسحق. خمس حاجات: الاتضاع يرتبط بالوداعة، الاتضاع يرتبط بشخص المسيح، الاتضاع احبائي مهم قوي قوي انه مركزه القلب. احفظ قلبك، الاتضاع قدام الرب، الاتضاع هو ذبيحه للرب، ذبائح الله. مش يقول لك بس ذبائح الله، كانك بتقدم كل يوم ذبايح تسر قلبه. الوقت بيجري مني. الاشخاص الذين يعيشون بالتضاع تعلموا مني، لأن وديع ومتواضع القلب فتجد راحة للنفوس. احملوا نيري. نيري دي موضوع كبير على فكرة، الصعايدة بس هم اللي بيفهموه. زمان كانوا يحرطوا بالمحرات البلدي. النير ده عبارة عن عرق خشب طويل كده ويتحط على اتنين من نفس النوع. فلو هتحرط الارض زمان قبل الجرار الزراعي تجيب سورين بقر، او سوري في التعبير اللي جاي بغلين، ونفس النوع كده يروح جايب النير ده الاتنين، واحد يتحط على رقبة السور ده من هنا، واحد على الرقبة دي، وهم الاتنين ماشيين مع بعض كده، ماشيين مع بعض نفس المستوى، نازل منهم خشبة مايلة كده وبعدين فيها حتة حديدة بتحرط الارض. فالرب بيقول احملوا نير عليكم. طب وانا طولك منين عشان نبقى احنا الاثنين؟ تعرفوا زمان ايوب كان عنده صرخه مره، فايوب 9:33 قال ايه؟ ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. انت ومين؟ قال انا وربنا. طب ده نجيبه لك منين؟ قال عايز واحد ايده طول ربنا فوق ويمسك ايده، وطولني انا تحت وتمسك ايدي، وروح واخد ايده حاططها في ايده. دي نجيبه لك منين يا ايوب؟ لو كانه ايوب يقول ايه؟ انا عايز مصالح. فكانه ايوب شايف المنظر انه العظيم اللي فوق ده الذي لم يحسب خلصة ان يكون معادلة لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد. طب انا تحت يا رب، انا تحت خالص، تعمل ايه؟ قال هنزل لك لحد منزل لمستواك واروح رافعك معايا، واحنا الاثنين نبقى تحت نير واحد. لما تبص على الموضوع ده تعرف دي ليها تعبير رهيب جدا. لما يمشوا مع بعض، ولما يقفوا مع بعض، ولما يلفوا مع بعض، مربوطين هما الاثنين بنير واحد. فالاتضاع الحقيقي انك تمشي معاه رحله يرفعك.
صحيح النير مرات كتير بيبقى تقيل، وصحيح موضوع خطير جدا، وموضوع ليس بالسهل أن تعيش للمسيح حياة متضعة. مرة لسه حد قايل له قريب في مؤتمر المؤتمرات، قال لي بص أنا يعني العيلة كلها كانت تترعب مني، ولما كان يبقى فيه خناقه يخشوا جوه ويقفلوا العيله عندي، يقفلوا البيبان على نفسه. قال جيت للمسيح بيت ملطشه. تخيل لما ابليس يقول للواحد ايه، انت لو جيت للمسيح هتتاكل، هياكلوا حقك، هياخدوه. عرفوا ان في ناس بيعملوا حساب للاشرار وصرف التعبير والبلطجه وقله الادب بره بيعملوا كده، بس لما يبقى واحد متضع بيحس انه ده ايه، لقمة طرية ضعيف. اوعى ابليس يهزك ويقول لك الكلام ده. لما سيدك يحطه من هيبته عليك يقول له لبان هاي احترز، انا بحذرك من ان تكلم يعقوب. انا مره قلت للرب طب ما يكلمه بخير عادي، ما تقول له قال احنا عايزين لخيره، وراح الرب قال فكرك اللي زي لبان ده يجي من ورا خير، احنا لا عايزين خيره ولا اي شر. احترز من ان تكلم يعقوب بخير. طب ده ماشي، اتعاملت معاه وحذرته وخوفته، تعمل ايه بقى مع عيسو ابو قلب قاسي؟ عيسو ده رجل صيد، يمسك السهم بتاعه كده الحديد ويدبه في قلب غزاله، وبعدين يلاقيها بتفرفر يبقى فرحان قوي. ده هيقتل الام مع البنين، يقول له سيبهولي بس، هي لمسه واحده دوب لك قلبه. يقع على عنقه ويقبله ويبكي. يعملها مين دي؟ اوعى تفكر وتفكر انك لما تمشي مع المسيح هتبقي ملطشة. انا بس حابب او طالما تحت النير معاه هتبقى في حمايته وسيادته. حد يقول معايا امين؟ امين في اسم الرب يسوع. البركات الجميلة، بركات الاتضاع. أول بركة في يوحنا 11 28 وهو بيتكلم كده يقول إنه من 28 ل30 يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. الآية المشهورة لنا كلنا، وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. بس معلش الآية دي ما تتقطعش، الآية دي ما تتخدش لوحدها، الآية دي لازم تتربط باللي بعديها. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ده 28 مرتبطة أو 29. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأن وديع ومتواضع القلب. ويرجع يفسرها يقول إيه، فتجدوا راحة لنفوسكم. مش أي متعب وثقيل الأحمال يجي للرب يرتاح، لكن اللي بيشيلوا النير بيرتاحوا، اللي بيتضعوا تحت النير بيرتاحوا. رابط الايتين دول ببعض ربطة قوية جدا جدا، وبعدين يقول ايه، فتجدوا راحة لنفوسكم. اول بركة هي بركة الراحة. مين عايز يرتاح؟ اوه انا بحب الست المحترمة، انا بسميها ست محترمة رغم اخفاقها، وما فيش مؤمن فينا ملهوش اخفاقات. الاخت نعمي دي ست محترمة بتعلم تعليم قوي. يعني تقول مثلا لرعوسي يا بنتي صح ثلاثة، ألا ألتمسي لك راحة؟ أنا عايزك ترتاحي. حماته مين مش عايز يرتاح؟ ألا ألتمس لك راحة وألتمس لك خيرا؟ طب أجيبها إزاي دي؟ قلت لها أقول لك على السكة، أقول لك ببساطة، عايزة راحة وعايزة خير. أيوة عايزة الاثنين دول، الراحة والخير دول أنا محتاجاهم. قلت لها هقولك ببساطة، روح عند رجلين بوعس واكشفي ناحية رجليه وقعدي عند رجليه. أيوة إيه يعني إيه علاقة القعدة عند رجليه بالراحة يعني والخير؟ أنت بس روحي وهو هيقولك تعملي إيه. راحت رعوس قالت لنعمي كل ما تقولين أفعل، وراحت وقعدت عند رجلين بوعز. بوعز كان نايم، راح قام بالليل كده وراح لقي واحده قاعده عند رجليه. قال لها مين انت؟ قالت له انا امتك رعوس، ابسط زيلق ثوبك عليا استرني. راح قال لها كده، يا بنتي كل ابواب شعبي تعلم انك امراه فاضله. وبدا يتكلم معاها، انت ما جرتيش ورا ورا ورا، لكن جيت عند رجليا ورحت قعدت. وراح قال لها تعبير رهيب، كل ما تقولين افعل لك.
وعند الصبح كده كال لها 6 من الشعير. ويمكن مرة قلت لكم أو لا، بس كان لها 6. أنا دايما ألاقي في الكتاب المقادير والمكاييل موجودة، إلا 6 دي مفتوحة. فعدت أقول إيه؟ يعني كان لها 6 حفن، ولا 6 رباع، ولا 6 كيلات. راح الرب قال لي جوه قلبي، هو كان لها 6 وانت وقدراتك وعلى قد ما تشيل خد، انت وامكانياتك، هي مفتوحة. كان لها ايه؟ 6 من الشعير، وضعها عليها ثم دخلت المدينة. راح سألتها، ها؟ اول ما جات لحماتها نعمي وقالت لها يعني انا عملت اللي انت قلتيه، وهو قال كل ما تقولين افعل لك. قالت لها يعني هو كان للستة دول وقال لي ما تروحيش لحماتك فارغة. بص الآية اللي جاية، قالت لها اجلسي يا بنتي، اقعدي كده واهدئي، اقعدي بقى واهدئي حتى تعلمي كيف يقع الامر. ارفع ايدك معي واستقبل الاعلان ده، لان الرجل لا يهدأ. يلا اعلن ده في محضر الله، الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر. امتى؟ اليوم. انت مش قعدت عند رجليه؟ ايوه، هو مش هيهدأ، هو مش النهارده هيتمم ليك الامر. انت رحت عند رجليه؟ ايوه رحت. قعدت عند رجليه؟ اتضعت وانكسرت عند رجليه. هو مش هيهدأ الا لما يتمم الامر اليوم. وكانه بيقول القعده عند رجليه فيها الراحه وفيها الخير، مش انا التمس لك راحه وخيرا. ايوه اقعدي عند رجليه، اقعد عند رجليه، هتلاقي كل الرحمه وكل الخير فين؟ عند رجليه. الراحة، ألا ألتمس لك راحة؟ مش عايز أسأل السؤال ده لأنه سؤال محرج. مين تعبان؟ لا خلينا أسأله بطريقة أشيك شوية. مين مش تعبان؟ حد تعبان يحب يجي يكشف ناحية رجليه؟ حد يقول له يا رب أنا عايز أجي عند رجليك كده وأقول لك تقدر تعملها؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ طب كم حد يديله المجد في هذا الصباح؟ ابن الله الحي اللي بيعرف يريح المتعبين، يقول كده فتجدوا راحة لنفوسكم. يلا بسرعة عدوا معي. أول حاجة الراحة. 2، هاخد معاكم أمثال 22:4 ولو 14:11. أمثال 22:4 يقول كده، ثواب التواضع ومخافة الرب. يلا استقبل معايا، يلا ماهر هيطلع لنا أمثال 22:4. ثواب التواضع ومخافة الرب هو، لا لا بصوت عالي، لا لا لا، هو غنى وكرامة وحياة. افتح ايدك واستقبل كده وقول للرب انا عايز استقبل دولة منك، انا عايز استقبل منك النهاردة انه ثواب التواضع ومخافة الرب. تاخد ايه؟ الاول حاجة تاخد غنى، مش بس الغنى المادي، لا احبائي، في امور اكتر من كده اعمق، وكرامه، وتاخد فيهم كمان حياه، فتجد راحه لكنك تجد غنى وكرامه وحياه. لو 14:11، لان كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. يرفعك الرب. فأول حاجة راحة، 2 غنى وكرامة وحياة ورفعة، 3 دي بقى يعني بحبها قوي لأنها تكررت كتير. بطرس الأولى 5:5-6، بطرس الأولى 5:5 وحط عليهم كمان 6، بيقول إيه؟ كذلك أيها الأحداث، بيكلم الصغيرين، اخضعوا للشيوخ، كونوا خاضعين. الآية دي واحدة من أصعب الآيات، ازاي الصغير يخضع للكبير وازاي الكبير يرفع الصغير، والاثنين خاضعين، يعني جميعا خاضعين بعضكم لبعض. وتسربلوا، تسربلوا يعني البسوا، خلي البدله بتاعتك، خلي الجلابيه، خلي اللبس بتاعك، الفستان، البلوز، تسربلوا بالتواضع، لان الله يقاوم المستكبرين، اما المتواضعون فيعطيهم ايه؟ نعمه. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. هنا يحط تعبير النعمة، النعمة، والنعمة لها تعبير خاص جدا. النعمة هي عطايا مجانية لأناس لا يستحقون وبدون مقابل.
فيديك من فيض غناه، يديك نعمة. طب والمتكبر الله يقاومه، يقف للمتكبرين، لكن المتواضعون يعطيهم نعمة. الأمثال، خليني أمثال 3:32-35، أمثال 3، بصوا حط حاجات كده عكس بعض. يقول إيه أمثال 3:32؟ يقول إيه؟ يلا اقروا معايا. يقول إيه؟ الملتوي ركس عند الرب، أما سره، أنتوا تعبتوا مني؟ طيب تعالوا صوتكم معايا. الملتوي ركس أو نجاسة عند الرب، لكن سره، سر الرب لمين؟ للخائفين، للمستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصدقين. وبعدين كما أنه يستهزئ بإيه؟ بالمستهزئين، لكنه يعطي نعمة للمتواضعين. يقول في عدد 35 أن الحكماء يرسون مجدا والحمقى يحملون هوانا. بس شوف معي 34، ساوى المتكبرين بالمستهزئين. المفروض كل واحدة، الملتوي والمستقيم، وبعدين يجي يحط كده الحكماء والحمقى، ويحط الشرير والمستقيم. المفروض لما يقول متواضعين يحط قصادها ايه؟ متكبرين. بس شال الكلمة دي وقال سماهم المستهزئين. فالمتكبر شخص مستهزئ، يستهزئ بمكانة الرب وبإخواته. فهنا يحط يديهم نعمة، فيدي راحة، وبعدين يدي غنى وكرامة وحياة، وبعدين يدي نعمة. لكن حاجة من الحاجات، إشعياء 57:14 ويقول، إشعياء 57:14 بكل سرعة، يلا قدامنا 5 دقائق وناخد وقت صلاة كبير مع بعض. يقول ويقول أعدوا أعدوا هيئوا الطريق، ارفعوا المعصرة من طريق شعبي، لأنه هكذا قال العلي المرتفع. ارفع ايدك لساكن الأبد كده، ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ساكن العلا. طب وفين كمان؟ مع المنصحق والمتواضع الروح. فأنا بسكن العلا، بس كمان بنزل واسكن مع المنصحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتضعين، لأحيي قلب المنصحقين. سيدي ساكن العلا اللي قال كده، القدوس اسمه، ساكن الأبد المرتفع، المرتفع الذي يسكن في الموضع المرتفع المقدس. يقول كده أنا أسكن مع المنصحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين. بركة الحضور الإلهي، سيدي بيحب ينزل للمتضعين ويسكن عندهم، حبش يروح بيته المتكبرين. ده بيسكن في العلا ويسكن، مش يجي يزور ويمشي، ده بيجيب خيمته. أعرف ناس بسطة جدا، خلال خدمتي زرت ناس كتير بسطة خالص، تقعد عندهم في بيت بسيط جدا وإمكانيات بسيطة، وتحس ورب شاهد على كل كلمة إن سيدك جاب خيمته ونصبها في البيت ده، تبقى مش عايز تمشي. وممكن تروح قصور وتلاقي الهم والحزن مخيم في كل ركن فيها. في بيوت سيدك ارتضى يجي يسكن فيها ويعيش فيها، بس هو تعرف في يوم من الأيام مرضيش يبات في أورشليم. يوم ما دخل الدخول يقول ذهب إلى بيت عنيا وبات هناك. ليه بتحب تروح؟ قال في 3 بيحبوني ويكرموني، في واحدة بتقعد عند رجلي هناك، وفي في في بيت بيكرمني، فهروح بلاقي راحتي هناك. المسيح بيلاقي راحته في بيوت اللي بيكرموه واللي يقعدوا عند رجليه. بركة الحضور الإلهي. كورنثوس 2:7-6، هقول لك عنوانين ونصلي.
كرونسوس الثانية 7:6 يقول ولكن الله الذي يعز المتضعين. مش يعزيني بترنيمة جت على الجرح ولا كلمة قالك ربنا يعني هيحللك المشكلة. صحيح هو بيعزي وبيرفع ويسند ويعمل أمور عظيمة، بس يقول كده بولس وهو بيكتب لبتعود كورنثوس بيقول لهم الله الذي يعزي المتضعين، عزانا بمجيء تيتوس، وكأنه بيقول كده ربنا بيعرف يعزي الناس المتضعين المنكسرين المساكين بالروح. كم حد عايز ربنا يفيض بتعزياته؟ كل ما تنزل كل ما المية تيجي أكتر. أحبائي صعايدة كتار هنا وبيسمعونا كتير قوي، بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج ومجبل كده بيسمعونا، كل البيوت بتبقى فاتحة معنا الصبح. تعرفوا علمونا في الصعيد المية ما تطلعش في العالي، كل ما تنزل كل ما المية تعمل إيه؟ كل ما المية تجيلك، كل ما تنزل أكتر كل ما تزيد المية. عشان كده الله يعز المتضعين. بس خليني أخد معاك شاهد في مزمور 147 وعدد 3 وهنصلي بيها. بص اقرأ معايا كده، اقرأ معايا مزمور 147 عدد 3. أنا أحب تشوفوا الآية دي معايا، يقول كده عدد 3 مزمور 147 عدد 3 يشفي المنكسري القلوب ويكبر كسره. ربنا بيدور على الناس اللي قلوبهم مكسورة في محضره عشان يشفيهم ويكبرهم. الشفاء الإلهي، الشفاء الإلهي. ربنا بيعرف يشفي ويعزي، ربنا بيعرف يدي نعمة وبيعرف يدي غنى وكرامة ويدي راحة للأشخاص اللي بيحبوه والمنكسرين. أمثال 6:16 لعدد 19 تحذير، خليته للآخر. أمثال 6:16 شايفين الإعلان ده؟ صاحب العربية دي يتحرك عشان أشوف الآية. يلا أمثال 6:16 هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة مكرهت نفسه. الستة دولة والسابعة دي مكرهت نفسه. أول واحدة حطها عيون متعالية على رأس الأمور التي يكرهها ويبغضها الرب، الكبرياء والعيون المتعالية. كم حد يقول له يا رب اديني أتحذر من هذا الأمر. حط بص سواها بإيه، عيون متعالية، لسان كذب، أيدي سافكة دما بريئا. يا رب تحط الكبرياء مع القتل وسفك الدم، قلب ينشئ أفكار رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوق، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، زارع خصومات بين إخوة. وهو بيتكلم وبيقول تعالى أول واحدة في الستة دولة عيون متعالية. ربنا مش بيحب الكبرياء ويقاوم المستكبرين. بس اللي عايز راحة، اللي عايز سلام، اللي عايز طمأنينة، اللي عايز إيد الرب تحط عليه، بفضلك لو أنت تعبان، لو قلبك محتاج شفاء، لو محتاج تعزية، لو محتاج النهاردة راحة، اللي يحب يقف معايا تفضلوا تعالوا نيجي في محضر ربنا. أخويا سعيد وكل أخواتي مرنمين هناخد وقت مع بعض، هناخد وقت صلاة، صلي فيه لأجل نفسنا ولأجل بيوتنا ولأجل بلادنا ولأجل اللي بيحصل حوالينا. صلي لأجل المتعبين، لأجل المجربين. كم حد فينا يقول يا رب علمني ازاي اجي عند رجليك وانكسر، ازاي اتضع قدامك، ازاي احبك من كل قلبي. عايز اكرمك يا رب، عايز اكرمك، عايز اديلك المجد والكرامة اللي يليقوا بيك يا رب. احب اشعر بحضور الهي مميز يملأ المكان،
أنا عارف إن هي خدمة عملية، يمكن مرات كتير بحب أعرف إزاي ربنا يحل المشكلة وإزاي ربنا يريحني. الراحة الحقيقية إنك تيجي عند رجلي، الراحة الحقيقية إنك تقول له امسك بيدي. اسمع الكلمات اللي جاية مع أخويا سعيد وبعدها نكمل صلاة. مستسلما لكل امر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الاله ربي اجعلني ربي اجعلني ربي اجعلني اشفق ابنك يا يسوع ربي اجعلني مثله في ذا المسيح العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطرا زكيا يملأ الدنيا عبير ربي اجعلني ربي اجعلني ربي اجعلني أشفق ابنك يا يسوع ربي اجعلني أسعى في سفرتي ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي ربي اجعلني ربي اجعلني اشفق ابنك يا يسوع. يلا لو عندك التحدي ده وعندك التحدي ده قول للرب كده انا نفسي ابقى شبهك. اذا كنت انت السيد والمعلم ابن الله الحي واتضعت وتنازلت احنا التراب نروح لفين؟ احبائي احنا محتاجين الوقت اللي جاي نيجي في محضر ربنا ونقول له علمنا ازاي نتضع قدامك، علمنا ازاي نحبك من كل قلوبنا زي ما تعلمنا. احبائي خلونا كده كل اتنين جنب بعض، تعالوا نصلي مع بعض. يلا مع اخوك كده، حط ايدك مع اخوك وقول له كده بتحد معاك انه ربنا يحط ايده علينا الوقت اللي جاي. قولي لاختك كده انا بصلي لاجلك الايام اللي جايه تيجي البركه والتعزيه والراحه عليكي. يلا كل اتنين من فضلكم، محدش يصلي لوحده، حتى اخواتي اللي جايين عشان صلاه فوق من فضلك ارفعي قلبك كده ادعي ربنا بالطريقه اللي تناسبك. قول لربنا تعالى القلب وتعالى لحياتي وتعالى لبيتي، تعالى واملك علي، انا محتاجه ارتاح. يا بنتي ألا ألتمس لك راحة وخيرا؟ يا ابني ألا ألتمس لك راحة وخيرا؟ أيوة تعال عند رجليه، تعال النهاردة وحط إيدك في إيده وقول له أنا محتاج قوي قوي الأيام اللي جاية اللي باقي في العمر راحتي تبقى عند قدميك، راحتي وأنا تحت نيرك، راحتي وأنا بدي لك الكل، راحتي وأنا بحبك. حباه حضور الله يملأ المكان بقوة غير عادية. كم حد يقول له بشكرك بشكرك، عند رجليك كل الراحة، عند قدميك بانكسار كل الغنى والكرامة والحياة، عند قدميك يا رب كل التعزية، عند قدميك كل الشفاء، عند قدميك كل الحضور الإلهي. يقول الرب كده أنا صحيح ساكن العلا المرتفع ساكن الأبد، لكن مع المتواضع والمنسحق الروح أسكن.
كم حد يقول له تعالى 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 الأيام اللي جاية، تعالى حط إيدك علي، حط إيدك علي، حط إيدك علي، حط إيدك علي، حط إيدك علي. أحبه حضور ربنا مال المكان، عايزين نصلي وإحنا مسكين إيدينا لأجل الشفاءات لناس منكسرة، ناس موجوعة، ناس منحنية. عايزين نصلي وإحنا متحدين كده لأجل كل حد موجود هنا جاي، لو جاي مقيد يفك في اسم الرب يسوع. لو في حد جاي مريض جسد الرب يحط ايده عليه، لو حد منكسر روحه منكسر الرب يرفع النهارده ويشفي ويسند ويعضد. حضور الله مال المكان، حضور الله مال المكان. تواضعي نفسي تحت يد الله، يمنى